بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحد الأصدقاء طلب مني إنه يتعلم إزاي يقوم بعمل فاتورة لبرنامج إكسل. هذه الفاتورة سهلة الاستخدام وسهلة التعديل، وده مثال الموجود قدام حضراتكم. وألح في هذا الطلب، قلت له هجهز لحضرتك فيديو بسيط، ومطلوب انك تطور مهاراتك وامكانياتك وقدرتك على التخيل والابداع بحيث انك تصل الى ما تصبو اليه. اسفل هذا الفيديو في خانة الوصف سوف تجدون عدة روابط لتحميل جميع اصدارات الاوفيس، بدءا من اوفيس 2019 2016 2013 2010 ويندوز 10 ومعه في نفس الوقت 2019. بطالب حضراتكم انكم تقوموا بتحميلهم وعمل داونلود على الجهاز للاستفادة منهم. هذه هي الروابط اللي هتكون موجودة اسفل هذا الفيديو في خانة الوصف، ازاي تحمل اوفيس 2019 عن طريق موقع اسمه شورت فور يو، ازاي تحمل اوفيس 2019 وويندوز 10، ازاي تحمل ويندوز 2016 2013 2010، اي من هذه الروابط لما تضغط عليها هتبدا تظهر قدامك صفحه او موقع. من خلال هذا الموقع هتقوم بتحريك المؤشر لاسفل الى ان تجد انا لست برنامج روبوت اللي هي الكابتشا. هتضغط على المربع هيتم وضع علامه صح، او هيعمل لك تيست او اختبار بسيط يسألك على عدد الشاحنات، يقول لك حدد التلال والهضاب، حدد السيارات، حدد اشارات المرور. يجب انك تحدد ثلاثة على الاقل، اذا كانت الاجابة صحيحة يتم وضع علامة صح، ثم هتضغط على كليك هير تو كونتينيو، اضغط هنا لتستمر، فيبدأ يظهر قدامك صفحة اخرى من هذا الموقف. تطلب منك الانتظار 10 ثواني، هتلاقيها في الاخر. هتحرك المؤشر لأسفل، وبعدين بعد مرور 10 ثواني هتضغط على جيت لينك، فيتم الوصول إلى موقع التحميل المباشر سواء كان الأوفيس 2019 أو الأوفيس 2019 ويندوز 10 أو 16 أو 13 أو 10. طيب، بعد ما بنقوم بتحميل البرنامج وتسطيبه هنقوم بتشغيل الاكسل. لما نقوم بتشغيل برنامج الاكسل لازم يكون عندك في مخيلتك شكل معين لهذه الفاتورة. فبداية هتقول له والله انا عايز العنوان بتاع الفاتورة، العنوان بتاع الفاتورة هقول فاتورة رقم كذا مثلا. فبتقوم بدمج مجموعة من الخلايا، بتقوم بتحديدها، وفي تبويب هوم الصفحة الرئيسية هتضغط على ميرج سنتر، وتتأكد انك في وضع اللغة العربية، وتقول رقم الفاتورة، رقم الفاتورة، وتكتب الرقم اللي حضرتك عايزه. كان ممكن في خطوة استباقية انك تقوم بتحديد من التقاطع دهوت، من التقاطع تبدأ تحدد خصائص ورقة العمل كلها بجميع محتوياتها. يبقى ضغطنا على تقاطع الصفوف مع الأعمدة، فخلينا الخط بولد، يبقى كل المحتويات هتبقى بولد. غيرنا نوع الخط او كبرنا حجم الخط، خليناه مثلا 16 مثلا. لو انت وقفت على خط الفاصل ما بين الأعمدة وقمت بتحريكها، هيتم ضبط الأعمدة على جميع الأعمدة الموجودة في ورقة العمل على هذا النحو. دي مهارة سريعة جدا، تقدر بعد ما قمت بتحديد الكل انك تنسق الالوان، الخلفيات، نوع الخط، حجم الخط، تنسيقات زي اسود عريض او مائل او ايتاليك وخلافه. طيب، بعد ما كتبنا رقم الفاتورة هنبدأ نهوت بنكتب في خانة اسمها ادي المسلسل. بعد المسلسل هنكتب، خلينا نقول انك هتكتب المسلسل كامل مثلا بالطريقة دي كده، المسلسل، ثم التاريخ، المسلسل، التاريخ، الصنف، وبعد ذلك ممكن نجري بعض التعديلات، الصنف، الكمية، الكمية، ثم السعر، سعر الوحدة،
فالقيمه تمام تمام بعد ذلك هنكتب ادي المسلسل واحد مثلا اتنين تلاتة وهكذا التاريخ بنكتب 1/4/2019 10/4/2019 15/4/2019 وهكذا بتقوم بكتابة تاريخ على هذا الصنف وليكن أنا بتاجر في أجهزة الكمبيوتر أو في اللابتوبات يبقى لابتوب لابتوب ديل ده لابتوب ديل هتقف نوع على الخط الفاصل ما بين العمودين وتضغط دبل كليك بحيث انه يتسع للمحتويات هنبدا ندخل الكميه وليكن الكميه 3 السعر 2000 جنيه على هذا النوع ثم هنبدا في الخانه ديت هنقول ادي لابتوب اتش بي الكميه 5 السعر 1700 جنيه مثلا في تاريخ 15 كان طلع من عندي لابتوب لابتوب ايسر او اي منتج موجود عند حضرتك طلع منه واحده 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 والثمن كان 1900 جنيه بعد ما دخلنا هذه البيانات هنبدا نجيب الكميه الكميه بتتحسب ازاي هتقول لي يساوي حاصل ضرب يبقى القيمة هتساوي حاصل ضرب الكمية مضروبة في السعر واضغط انتر ثم احدد هذه الخلية واضغط واسحب على هذا النوع فيتم اجراء العملية الحسابية الخاصة بها كل اللي عليك انك انت كتبت يساوي ثم حددت الخلية اللي فيها الكمية وضغطت على علامة ضرب ثم حددت الخلية اللي فيها السعر حاصل ضرب الكمية في السعر بيدينا القيمة ثم بعد ذلك هنقوم بحسابنا هو هنقول الإجمالي هتحدد لي الخليتين اللي في الكمية والسعر دولت وتضغط من تبويب هوم على ميرج سنتر وبعدين تكتب اللغة العربية الإجمالي على هذا النحو ثم بعد ذلك هنقوم بحساب جميع الارقام او القيم الموجوده في هذه الفاتوره هتقول لي يساوي هنكتب يساوي الاول زي ما حضراتكم شايفين وتكون في وضع لغه انجليزيه وهنستخدم داله اسمها داله الجمع اقول له صم يبقى يساوي اسم الداله صم ثم احدد الخليه الاولانيه اللي هي اف 4 اللي تحتوي على اول رقم ثم شيفت والكاف واخر خليه اللي هي اف 6 حسب المعادله الموجوده مع حضرتك حسب البيانات موجوده فين واضغط انتر يبدا يجيب القيمه على هذا النحو لو حضرتك مش متاكد شغل الكالكوليتر واحسبها هتطلع النتيجه صحيحه البعض الاخر ممكن يعملها ازاي يجي في الاجمالي يقول يساوي الخليه ديت اللي هي اف 2 زائد الخلية ديت اللي هي F5 زائد الخلية ديت اللي هي F6 ويضغط انتر ثم نقوم بعمل بعض التظبيطات زي ما حضراتكم شايفين لو حبينا نعمل معاينة ادي من فايل وضغطنا على برنت على اساس ان احنا بنتعامل مع اوفيس 2016 و13 بنفس الطريقة لكن 10 و7 هتلاقوا في زر المعاينة هتديكم هذا الشكل فانت بتقول لي لا والله انا بتعامل مع برنامج اكسل عايز الخطوط تظهر او الحدود تظهر هقول لك كل اللي عليك انك هتقوم بالتحديد كده اهوت ثم من تبويب هوم الصفحه الرئيسيه في خانه فونت اهوت في خانه فونت بعد الاندرلاين اضغط على هذا السهم واختار اول بوردر جميع الحدود تعال اعمل تاني كده معينه من فايل اعمل برنت هيديك شكل الفاتوره على هذا النحو زي ما حضراتكم شايفين طيب لو اردنا ان احنا نميز هذه الفاتوره فبقوم بعمليه التحديد هذه الخليه اقدر اكبر حجم الخط شويه اللي فيها رقم الفاتوره بهذه الطريقه اقدر اميز الخلفيه الخاصه بيها
اقدر اميز اللون الخط، اقدر اميز الخط نفسه، اختار اي نوع من الخطوط اللي بتكون موجودة عند حضراتكم على الجهاز، يبقى هي بالطريقة دي كده مثلا. ثم بعد ذلك ابدأ احدد الرؤوس، ده هي رؤوس الفاتورة، واديها حجم مختلف عن المحتويات، خليها 18 مثلا، وخلي اللون الخاص بيها مثلا لون ازرق لو انت حابب انك تميز، ولو حابب ان يكون لها خلفية معينة اضغط على هذا السهم واختار خلفية بهذه الطريقة. نشوف اهيت بدأنا كده نميزها، وهكذا بالنسبة للبيانات الموجودة في هذه الفاتورة. وتقدر تغير احجام الخط، تقدر تغير احجام الخلايا، تقدر تغير التنسيقات زي ما حضرتك عايز. تقدر تميز الاجمالي بالطريقة دي انك تحدده وتديله لون مختلف، وليكن اللون بتاعي هيكون هذا اللون. تمام، نبدأ نختار لون مختلف ونبدأ نختار بالطريقة دي كده، يبقى احنا قدرنا ان احنا نميز. نأتي بعد ذلك، ادي من فايل لو عملت طباعة هتظهر الورقة معاك بالطريقة دي. هتقول لي والله انا عايزها بالعرض، عايزها بالعرض، يبقى لازم اغير اعدادات الورقة او اعدادات الفاتورة. هعمل ايه؟ هروح للبيج لي اوت اللي هي التخطيط، وهنبدأ نغير نخليها بالعرض من الاورينتيشن، نخليها لاندسكيب كده، نخليها لاندسكيب فتظهر قدام حضراتكم على هذا النحو. اروح اعمل لها برضو معاينة، شغلي دائما وابدا بيبدأ بمعاينة وانتهي بمعاينة. بدأت الفاتورة بهذه الطريقة. البعض بيسأل سؤال بيقول لي والله انا عايز الفاتورة تكون بحجم الصفحة كلها، لان انا وانا بعمل معاينة من فايل اخترت برينت لقيتها واخدة نص الورقة. هقول له في الوقت ده، في الوقت ده حضرتك هتحدد بالطريقة دي كده، وهتذهب الى تخطيط صفحة اللي هي البيج لي اوت، ومن البيج لي اوت هنبدأ ندور على حاجة اسمها ادي خاصة بالبرنت اريا، ادي البرنت اريا، ونقول له سيت برنت اريا. سيت برنت اريا يعني انا محتاج هذه المساحة فقط انها تكون هي الاساس بالنسبة للاخراج، لما اجي اطبعها دي اللي تظهر فقط. فاروح لقائمة فايل مرة اخرى ومن برنت هلاحظ انه قام بتحديد هذه الجزئية، واقدر اتحكم في الحجم على اساس ان انا اقدر اغطي المساحة كلها. وبكده اكون نهيت طلب صديق وجاوبت له عليه بطريقة سهلة ومباشرة. اتمنى تكونوا وفقتوا في ذلك، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.